حقيقة أشكركم على هذا الحوار الهام حول اليوم العالمي لإفريقيا. تحتفل إفريقيا في 25 مايو من كل سنة بيومها العالمي. يصادف هذه السنة سياق شديد الخصوصية. هذه السنة تتسم بتفشي فيروس كورونا الذي أثر سلبا على اقتصاديات القارة، حيث المنظومات الصحية لمجموعة من الدول تعاني من الهشاشة، وهي ظرفية تستوجب اليوم إرساء تعاون بناء واستراتيجية هادفة لمواجهة مختلف التحديات المرتبطة برهانات التنمية، إضافة إلى تحديات أخرى ترتبط أساسا بتدبير المجالات البيئية وتدبير آثار التغيرات المناخية. يتيح تخليد اليوم العالمي لإفريقيا الفرصة لتسليط الضوء على الالتزام الإفريقي للمملكة وتضامنها مع بلدان القارة، وكذا إبراز السياسة الإفريقية للمغرب من أجل تنمية قارة إفريقيا، قارة قوية، قارة موحدة، قارة جريئة تدافع عن مصالحها، قارة مؤثرة في مختلف المحافل الدولية. تسعى المملكة المغربية إلى إعطاء الأولوية في أي عمل إفريقي مشترك للسلام والاستقرار، للتنمية ولرفاه المواطن الإفريقي. وتجدر الإشارة في هذا اليوم العالمي إلى الدعم والمساعدة اللذين قدمتهما المملكة منذ الاستقلال للكفاح من أجل تحرير البلدان الإفريقية وإلى الدفاع عن الوحدة الإفريقية، حيث تعد المملكة المغربية من مؤسسي ما يسمى اليوم بالاتحاد الإفريقي. وجب التذكير بمجموعة من المبادرات السامية التي تؤكد الالتزام المغربي الإفريقي، كاقتراح إطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية تروم إرساء إطار عملياتي بهدف مواكبة البلدان الإفريقية في مختلف مراحل تدبيرها لجائحة كورونا. ينضاف إلى ذلك إحداث المرصد الإفريقي للهجرة إلى جانب حضور المغرب القوي في مختلف أوراق التنمية التي تعرفها البلدان الإفريقية. من المبادرات أذكر كذلك إرسال مجموعة من المساعدات الطبية إلى عدة دول إفريقية، وذلك لمساعدتها على محاربة جائحة كوفيد-19، حيث استفاد من هذه المساعدات 15 بلدا إفريقيا ينتمون إلى جميع جهات إفريقيا، وهي بوركينا فاسو، الكاميرون، جزر القمر، الكونغو، إسواتيني، غينيا، غينيا بيساو، مالاوي، موريتانيا، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تنزانيا، تشاد وزامبيا. كما أذكر في نفس السياق أن للمغرب أكثر من 20 سنة من الجهود المتواصلة لرفع التحديات المرتبطة بالأمن الإقليمي، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، دعم الطفولة، دعم حقوق المرأة، مكافحة الهجرة، دعم المساواة، محاربة كل أشكال الجريمة، مع نهج شراكات اقتصادية رابح. الزيارات الملكية التي قام بها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله إلى العديد من البلدان الإفريقية، تم خلالها التوقيع على أكثر من 1000 اتفاقية تعاون بين المغرب وشركائه الأفارقة. شملت زيارات للذكر زامبيا، مالي، كينيا، ساحل العاج، غينيا، نيجيريا، جنوب السودان، الغابو، رواندا، تنزانيا، السنغال، إثيوبيا، مدغشقر ونيجيريا. بشكل عام يقدم المغرب خبرته وتجربته لفائدة تنمية واستقرار القارة، بما يمنح رفاه المواطن الإفريقي وفقا لتوجيهات ملكية سامية. يجب التذكير بأن المملكة المغربية عضو مؤسس لكل من جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، عضو بمنظمة
اتحاد المغرب العربي وبمنظمة المؤتمر الإسلامي. يضع المغرب القارة الإفريقية على رأس أولوياته الاستراتيجية، حيث عملت المملكة المغربية على تعزيز علاقات التعاون مع دول القارة، وذلك عبر توطيد علاقات سياسية وتنويع الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. للمغرب علاقات متينة، علاقات قوية مع البلدان الإفريقية، وهذه العلاقات لها جذور تاريخية هامة، من نتائجها المساهمة في انتشار إسلام على المذهب المالكي في مجموعة من البقاع الإفريقية، زيادة على توزع الزوايا الصوفية المغربية في مجموعة من البلدان، الشيء الذي دفع المغرب إلى نهج دبلوماسية دينية تهدف إلى المساهمة في إصلاح الحقل الديني واعتماد إسلام وسطي معتدل. كان للمغرب دائما حضور قوي، حضور اقتصادي، حضور ديني، حضور ثقافي في القارة الإفريقية. حاليا استعاد المغرب مقعده على مستوى منظمة الاتحاد الإفريقي، ويتم الاتجاه تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة إلى مؤسسة العلاقات المغربية الإفريقية، وذلك من خلال الاعتماد على 3 أبعاد رئيسية في تقديرنا. هناك بعد اجتماعي إنساني يتمثل من خلال دعم خدمة المواطن الإفريقي، حيث يرتكز على الاستثمار الاقتصادي لتكون له آثار إيجابية حقيقية على حياة المواطن الإفريقي. يمكن التذكير في هذا الإطار بالاستفادة المستمرة لمجموعة من الدول الإفريقية من الخبرة المغربية في مجال تكوين الأطر، بناء قرى الصيد النموذجية، الاستثمار فيما يسمى بالسكن الاقتصادي، تجهيز المستشفيات المتنقلة إلى آخره. الجانب الاجتماعي يشمل كذلك خلق فرص شغل للشباب، دعم الفلاحة، إنتاج طاقات متجددة إلى آخره، وهي خطة تمكن من ضمان الاستقرار بهذه الدول وتجنب اللاأمن، وكذلك المساهمة في محاربة الهجرة الغير شرعية. هناك بعد ثقافي، عبر تثمين العلاقة التاريخية المغربية الإفريقية، وذلك باستحضار روابطها الروحية من خلال تسهيل وفود الحجاج الأفارقة إلى مراكز الزوايا الصوفية المغربية. نضيف تكوين الأئمة القادمين بمجموعة من الدول الإفريقية على مبادئ الإسلام الوسطي. في هذا الإطار يمكن القول أن المغرب يساهم في محاربة التطرف والإرهاب. هناك بعد اقتصادي، عبر تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية جنوب جنوب، والتركيز على استثمار ما تتوفر عليه إفريقيا من موارد ومقومات ذاتية. تعرف العلاقات التجارية في هذا الإطار تنامي مستمر بين المغرب وشركائه على مستوى إفريقيا، حيث تم تسجيل تضاعف مبيعات البضائع المغربية الموجهة إلى إفريقيا أكثر من 3 مرات. كما يمكن الإشارة إلى ازدياد نشاط البنوك المغربية في مجموعة من الدول ومساهمتها في تطوير القطاع المالي الإفريقي. علاوة على ذلك يلاحظ الاهتمام الملموس بتطوير شبكات النقل واللوجستيك. في المجمل يمكن القول أن الأبعاد الاستراتيجية المغربية تسعى من بين أهداف أخرى إلى تقوية الانفتاح وتعزيز التموقع الاستراتيجي للمغرب على مستوى الساحل الإفريقي، وذلك بهدف الدفاع عن الوحدة الترابية، تنمية الاقتصاد المغربي من خلال رفع المبادلات الاقتصادية والتجارية، وكذا من خلال رفع حجم الاستثمارات المغربية في إفريقيا، خدمة التعاون الإفريقي في إطار تعاون جنوب جنوب، حيث في هذا الإطار المغرب لا يستثني في علاقات تعاونه أي طرف من الأطراف على مستوى القارة الإفريقية. مثال على ذلك التعاون مع نيجيريا لإحداث خط نقل الغاز إلى أوروبا.
فيما يخص المسار الدبلوماسي الذي ينهجه المغرب اتجاه إفريقيا، يمكن التذكير بمجموعة من الآليات الداعمة والمساهمة في انتصار الدبلوماسية المغربية. في تقديري هناك عوامل داخلية تتمثل من خلال مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهامة التي استهدفت من بين نقاط أخرى توسيع مجال حقوق الإنسان والحريات، تعزيز آليات الديمقراطية، الشيء الذي زاد من درجة الاستقرار السياسي للمملكة، والذي يعتبر في تقديرنا من أهم آليات نجاح الدبلوماسية المغربية. إضافة إلى أن المغرب يتوفر على بنيات تحتية اقتصادية جد مهمة تمكنه من رفع قدراته لاستيعاب مشاريع تنموية ضخمة. هناك عوامل خارجية، حيث ينهج المغرب نمط التعاون الدبلوماسي القائم على تنويع الشركاء والشراكات، وكذا على علاقات صداقة متينة بين الأطراف، تتأسس على المصداقية، تتأسس على العمل المتواصل والبناء في مجالات مختلفة، الاعتماد على تقوية الأمن والسلام والحوار والوساطة، المشاركة الفاعلة في القضايا الدولية والوساطة في حل النزاعات الإقليمية، إضافة إلى حسن استغلال موارد التموقع الاستراتيجي والجيوسياسي بخلاف الخصوم الذين لا يساهمون في رفع الاستقرار السياسي والأمني على المستوى الإفريقي. أدت كل هذه العوامل إلى تضييق الخناق على الأعداء، وساهمت في فرض عزلة على خصوم الوحدة الترابية. للتذكير، عرفت السنة الجارية أحداث مهمة تفاعلت معها السياسة الخارجية للمغرب، خاصة فيما يخص تسوية ملف الصحراء. مجموعة من النجاحات حققتها الدبلوماسية المغربية، حيث أبانت على قدرات عالية. من نتائجها قرار لمجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية المينورسو لمدة عام آخر، مع التأكيد على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي في حل النزاع المصطنع من خلال التسوية السلمية. هناك حملة افتتاح القنصليات لعدد من البلدان الإفريقية على تراب الأقاليم الجنوبية، خاصة على مستوى العيون والدخلة، حيث وصل عددها إلى اليوم إلى 19 قنصلية. كذلك يواصل مجلس الأمن التأكيد على الاستفزازات المستمرة لجبهة البوليزاريو، انتهاكات وصلت إلى حد قطع الطريق بين المغرب وجارته الموريتانيا، مما أدى بالتدخل السلمي للقوات المغربية لحل هذه القضية على مستوى منطقة الكركرات. هناك قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على أراضيه دون تجزيء، كلها انتصارات للدبلوماسية المغربية، والتي تعتبر في المقابل بمثابة ضربات لخصومه كالجزائر والبوليزاريو، إضافة إلى المؤازرين للتيار الانفصالي. تمثلت النتائج في استعداد مجموعة من الدول لسحب اعترافها بالبوليساريو، خير مثال على ذلك دولة المالاوي. إضافة إلى ذلك قبول رئيس أنغولا الدعوة لزيارة المغرب، والاجتماع الرفيع المستوى الذي جرى بين الملك محمد السادس نصره الله ورئيس جنوب إفريقيا، كلها نجاحات تؤكد قدرات الدبلوماسية المغربية في المساهمة في حل هذا النزاع المفتعل. إن الدبلوماسية المغربية تتبنى أسلوب الإقناع والتعاون الاقتصادي كأساس لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية. في نفس السياق، مشاركة المغرب في المفاوضات إلى جانب الجزائر، موريتانيا والبوليساريو، حيث تعتبر هذه الملتقيات أهم الآليات لتسوية الملف بشكل توافقي سياسي دائم.
انخرط المغرب في منطقة التبادل الحر على مستوى القارة الإفريقية، والتي تنسجم تماما مع توجيهات ورؤية صاحب الجلالة نصره الله من أجل إفريقيا متكاملة، إفريقيا مزدهرة. تم اعتماد استراتيجية الانفتاح الاقتصادي للمغرب على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، حيث يعد المغرب اليوم أكبر مستثمر في غرب إفريقيا والثاني على مستوى القارة بعد جنوب إفريقيا. تتميز الاستثمارات المغربية في إفريقيا بالتنوع، حيث تخص المجالات الاستثمارية قطاعات البنوك، الفلاحة، المعادن، الخدمات إلى آخره. يقبل المغرب التعاون والاستثمار مع جميع الأطراف. تتواجد حاليا بإفريقيا أكثر من 1000 مقاولة مغربية. الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية تصل إلى حدود الساعة أكثر من 5.4 مليار. المغرب فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في القارة السمراء إلى جانب القطاع العام. البنوك المغربية، أعيد لأقول أنها ساهمت في بروز القوة الاقتصادية المغربية وأعطت زخمة للاستثمارات التي أطلقها المغرب لفائدة الدول الإفريقية. المغرب يقدم أوراقا جد رابحة لإفريقيا، خاصة أنه يعتمد سياسة التعاون البناء مع بلدان القارة بمنطق رابح رابح، تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة. فيما يخص التوزيع الجغرافي للمشاريع المغربية حسب البلدان الإفريقية، يمكن التذكير إنتاج الأسمدة بالغابون، رواندا، إثيوبيا ونيجيريا من طرف المكتب الوطني، المكتب الشريف للفوسفات عفوا، قطاع الصيدلة بساحل العاج ورواندا، تركيب الشاحنات بالسنغال، الصناعات الغذائية بغينيا، البنين، الكاميرون، إثيوبيا، ساحل العاج، موريتانيا وتنزانيا، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، والذي سيمر عبر 13 دولة. أضيف تقدم اتصالات المغرب خدماتها لأكثر من 55 مليون زبون في إفريقيا، ويرتبط المغرب جوا عبر شبكة الخطوط الملكية المغربية مع أكثر من 30 دولة إفريقية. أعود للبنوك المغربية، تمتلك حاليا فروع وحصص أسهم في أكثر من 26 دولة إفريقية، وتعمل على الاندماج بشكل أكثر عمقا في جميع أنحاء إفريقيا، كما تلعب دورا رائدا بالنسبة للشركات المغربية التي تسعى للحصول على فرص في الأسواق الإفريقية الواعدة. ما يميز الاستثمارات المغربية في إفريقيا هو الطابع الاستراتيجي، بحيث أن كل هذه الاستثمارات تندرج في إطار رؤية استراتيجية محكمة تم بلورتها منذ عام 2000، والتي تسعى إلى الاستثمار في المجالات الحيوية والاستراتيجية حسب رؤية بعيدة المدى. المغرب أصبح بمثابة وسيط مركزي ومنصة استراتيجية للربط بين إفريقيا وأوروبا وبين إفريقيا ومناطق أخرى بما فيها الشرق. إن دول غرب إفريقيا مجتمعة ستشكل كتلة وازنة لها دورها القوي في التأثير على القرار في الاتحاد الإفريقي. المغرب يقدم أوراقا جد رابحة لإفريقيا، خاصة أنه يعتمد سياسة التعاون مع بلدان إفريقيا تقوم على تحقيق المصالح المشتركة. كما قلت، المغرب أصبح اليوم يقدم نموذج القوة الناعمة في قارة إفريقيا، ليس فقط بخصوص القضايا ذات الطبيعة السياسية والاستراتيجية، بل حتى فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين ومحاربة الإرهاب. تؤكد المملكة المغربية أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها. ربح المغرب نقاط جديدة من خلال رفض العنف والحرب والتشدد والمساهمة في تقوية السلام والأمن،
الشيء الذي حقق للمغرب دعم دولي واسع يتأكد بشكل مستمر. أصبح المغرب يشكل قطب دبلوماسي مهم في عمق صحراء المغرب. من بين المعيقات التي تحول دون بناء آلية تعاون جيدة، هناك علاقات التوتر بين المغرب والجزائر، خاصة وأن المغرب يساهم بشكل تدريجي في تقوية أواصر التعاون والشراكة مع الجزائر، لكن بكل أسف الجزائر تسعى دائما إلى تجميد هذه العلاقة. هناك منظمة الاتحاد المغربي التي تعتبر إلى حدود الساعة منظمة غير مفعلة، إلى آخره. أشكركم في الختام على هذه الدعوة الكريمة، ولكم منا أطيب المتمنيات.